طب استاذ روجيه، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان هناك يعني مثلا انقلابات عديده في اوروبا الشرقيه، وكان هناك تغيرات وتحالفات انقلبت فؤاده تحتاني في اوروبا. هل تعتقد اليوم ما يجري اليوم بالعالم العربي من المحيط للخليج له علاقه بتغيير كبير في المنطقه؟ وهل جاءت عبر قبسه زر يعني من شخص بتونس يحرق نفسه لتلتهم المنطقه العربيه بالطول وبالعرض من المحيط شوف، أولا أنا كنت أتمنى في حينه عندما سقط حائط برلين، كنت أتمنى أن تبدأ البيرسترويكا، يعني يبدأ التغيير والجلاسنوست في العالم العربي، وكان وفر علينا مزيد من سنوات الطغيان والتخلف والحروب وما نحن نعيش فيه اليوم من حالة قد تؤدي إلى تفجر هذا الشرق وتفتيته بين 15 و20 عام من المعاناة. بكل أسف، وأنا بذكر أنه بغدا كنت تارك لبنان بظروف صعبة، وبدي أخذ الطيارة من الشام، وبناء لدعوة غداء من الله يرحمه غازي كنعان اللي ما كان عندي علاقة مسبقة معه، وكان جمع على الطاولة عدة قيادات عسكرية وفكرية، كان كل حديثي بهالموضوع لأنه كنت مقتنع أن الوقت ملائم. كان وقتها تم اغتيال تشاوشيسكو، كنت واجه أن الوقت ملائم لأن تبدأ سوريا هالتوجه. لم يحصل، إنما كل ما لا يحصل في حينه يحصل فيما بعد بحالة تفجر أكثر. مرينا مرور الكرام على ليبيا تجربتها أول شيء فاجأت العالم الغربي، فاجأت الولايات المتحدة الأمريكية مفاجأة كبرى ما كانت متوقعة أبدا. الولايات المتحدة الأمريكية هل اللي حصل؟ نعم، لا سيما انه كانت العلاقات مع القذافي جيده وكانت مرممه وكان في تفاهم على كل شيء معه، حتى واحد من الروس كانوا زعلانين من القذافي، وما بتهم الروس انه تعاطوا بهالموضوع. انما ما حصل بعد سقوط القذافي امران، اولا لم ينتصر الاسلاميون، انتصر الاخرون، علما انه ليبيا كلها مسلمه. بليبيا على خمسة ليبيا لليوم يعني مبهم، يعني ليس هناك هي يعني هي ليبيا يعني شعب ما انتجت شيء، شعب مسلم مؤمن. انا بحكي شعب مسلم مؤمن افضل بكثير من شعوبنا نحن بالمشرق العربي، يعني بين لبنان وسوريا والاردن بيحفظ القران الكريم على الغيب، على الاقل المليون حافظينه على الغيب، 3 ملايين على 5 ملايين بيمارسوا ممارسه متزمته، بلد مؤمن. وبالرغم من ذلك لم ينتصر الإسلاميون، إنما هنا المتابعة الدولية كانت متابعة كمان فيها إهمال. الإهمال إجا من شيء، لأن أصر النظام الدولي على يرجع يأمن 1600 مليون اشتغلوا على الاقتصاد منيح يومية بحزيران، أمنوها بحزيران، هذا كل شيء بهمهم بالأساس إنه هالنوعية المميزة من البترول تكون بالسوق مشان يخلطوه مع البترول العادي ومش الانتاج. وادركوا انه طبيعه ليبيا الجغرافيه طبيعه معينه بتجعل وعشائريه معينه بتجعل من الصعب تفصيل مشروع لليبيا. وبعد تجربه العراق، اكيد بعد تجربه العراق ما كان في حماس لهالامر. لذلك اليوم ليبيا اللي كان مفروض يكون حل شؤونها اسهل بكثير، وتكون ليبيا اليوم بحالة إعادة بناء مجتمعها وحياة سياسية فيها ديمقراطية بنظام لا مركزي، بنظام اتحادي ناجح. لأنه بالنهاية أنا مقتنع أنه بدولنا اللي هي فيها إما فروقات عشائرية، إما فروقات طائفية مذهبية أو عروقية، وحد النظام الاتحادي هو الحل. استاذ روجيه، بنهايه هذه الحلقه راح ارجع انا وياك لسؤال طرحته، يعني ما طرحته حطيته بالمقدمه، هو ماذا ينتظر من اللقاء الامريكي الروسي الشهر المقبل؟ هل تعتقد ان روسيا فرضت نفسها لاعبا جديدا دوليا على الساحه عبر المعركه الحاصله اليوم في سوريا؟ وما هي النتائج المنتظره للقاء الرئيسين الروسي والامريكي؟ اولا العلاقات الروسيه الامريكيه علاقات جيده جدا. روسيا منا اتحاد سوفيتي، روسيا هي روسيا القيصرية بوجه أوليغارشي. الرئيس بوتين والرئيس مدفيديف
كما والقيادات اللي معهم اللي بشكلوا القوة الحاكمة في روسيا عندهم مصالح اقتصادية هائلة شخصية وغير شخصية، فهني بحاجة إلى أفضل علاقات مع الغرب، مع القيادات الغربية الماسكة النظام المالي العالمي. فإذا ما في عندك هالمشكلة هذه، الأمريكان كانوا كتير راضين إنه يشوفوا الروس عم بيحطوا فيتو، لأنه لو ما كان في فيتو روسي كانوا هن اضطروا يتدخلوا، في حين لم يكنوا مستعدين إطلاقا للتدخل. نعم. هلأ إجا وقت أصبح في وعي عند الأمريكان أنه حان الأوان للتدخل، وما بقى فيك تنتظر، لأنه كل شيء قالوا له إياه للرئيس أوباما مستشارينه بعهده الأول عن مخاطر عدم التدخل لإنقاذ الوضع حصل. دخلت كل التنظيمات المتطرفة من كل مكان وصوب، مش معروف أي تنظيم مربوط بمين. بتلاقي مثلا بمكان في حلب في 300 تشتشيني بين 19 و21 سنة بسوريا. ما بيحكوا لا كلمة عربي وما بيعرفوا لشو جايين يقاتلوا، جايبهم كويتي، ما بعرف مرجعيته وين، هل هي في إيران أو في مكان آخر، ما بدي أقول أكتر ما بعرف، أو أعرف أكتر ما أقول، فضل أقول أقل ما بعرف منيح. ما بعرف شو مصير المطرانين اللي هني من أهم اللي إذا قتلوا، وأخشى ذلك قد يؤدي ذلك إلى تهجير المسيحيين بشكل طبيعي من سوريا، وهذا شيء سوريا لا ترتضيه، سوريا المسلمي لا ترتضيه. فنحن اليوم بحالة وبوضع في حاجة لتفاهم بين الوزير كيري والرئيس بوتين، والرئيس بوتين في يتفاهم بسهولة مع كيري، لأنه كيري أوروبي ثقافيا وشي بيحكي عدة لغات منها اللغة الفرنسية، دولي على الصعيد الثقافي، مش جاية من شيكاغو، يعني مش يعني منفتح. شيكاغو قصة تانية، قصة شيكاغو. فالرئيس أوباما شي، كيري شي تاني، ومنه مرشح بقى لرئاسة الجمهورية مثل ما كانت مرشحة هيلاري كلينتون، واللي بالنهاية بيعرف حدوده بيعرف شو بده، واللي بالنهاية هتدفع ثمن ترشيحها لرئاسة الجمهورية بفضيحة بنغازي، يعني بعدم تدخلها بالوقت المناسب لإنقاذ السفير ولإنقاذ أهل البيت. رئيس حزب السلام اللبناني الأستاذ رجاء، أشكرك جزيل الشكر على المعلومات القيمة. شكرا. ويبقى لكم الشكر مشاهدينا الكرام، هذا جورج عون يحييكم وجها لوجه، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.